السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في قناتكم الصغيرة، هذه قناة الحقيقة الصادقة، ومع برنامجكم المعتاد مجربات من الطب البديل. بدأنا في سلسلة حلقات أسرار العلاج بالثوم والعسل، نكمل معكم في هذه السلسلة. نتحدث اليوم عن تطهير المعدة، تحدثنا عن علاج السموم، وأيضا هذه من المكملات لتطهير المعدة. تطهير المعدة من الديدان، من الفطريات، من جميع أنواع الديدان مهما كانت قوية بعون الله. وصفتنا لهذا اليوم تتحدث عن هذا الموضوع. أولا نأتي بفص ثوم، هذا الفص من خزقه، يعني منجيب دبوس ومنخزق فص الثوم هذا ونبلعه صباحا على الريق، ومن ثم نأتي بكأس شمر أو شومر، ويسمى في بعض البلدان الحبة الحلوة. نأتي بكأس ماء، بعد ما يغلي كأس الماء نضع فيها بمقدار ملعقتين من هذا الشومر أو الحبة الحلوة، ونحليها بالعسل فقط ونتركها لمدة 10 دقائق لحد ما تتنقع. منصفيها، منحليها بالعسل كما ذكرنا، وبنشربها مباشرة بعد فص الثوم، بنستمر عليها لمدة أسبوع. ممتاز جدا هذه الوصفة الأخرى لتطهير المعدة تماما، تنظيم القولون، القولون اللي بيشكو أخواننا من القولون، استخدم هذه الوصفة لمدة أسبوع صباحا، ستجد العجب العجاب من هذه الوصفة. اللي عندهم ديدان مغلبيتهم يستخدموا هذه الوصفة، اللي عنده فطريات في المعدة، اللي عنده ارتجاع مريء يستخدم هذه الوصفة، اللي عنده تجشؤات بظل يتجشع وبتطلع ريحة كريهة من معدته يستخدم هذه الوصفة. هذه الوصفة من أسرار العلاج بالثوم والعسل. أتمنى من الله العلي العظيم أن أكون قد قدمت لكم ما يفيدكم إن شاء الله. لا ننسى الإعجاب بالفيديو إخواننا الجداد، الاشتراك في القناة، تفعيل خاصية الجرس حتى يأتيك كل جديد، تعليق مرتب منك، متابعنا إن شاء الله، وتستمر معنا في هذه القناة اللي نضعها بين أيديكم. وممكن تفتح على قائمة التشغيل المستقلة بهذا الموضوع، أسرار العلاج بالثوم والعسل. شكرا لكم، كان معكم محدثكم الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية.